سمير عمو المساعدة. شكرا لك. بحضرنا نوع بتاعك تفرق ربي معك. شكرا. السلام عليكم. الله يزيد. سلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أين الكلمة الافتتاحية؟ أي جاية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة المدعوون، السيدات والسادة. اسمحوا لي أن أتقدم إصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد المرافق لي بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على ما حظينا به من كرم الضيافة وحسن الوفادة منذ وصولنا إلى هذه الأرض الكريمة المباركة. واغتنم هذه السانحة لأعرب لمعالي الوزير والأخ العزيز صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون لمملكة المغربية الشقيقة عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان على العمل الرائع والمميز الذي قام به خلال رئاسته للدورة الحالية 41 بعد 100 لمجلسنا الموقر. وإذ أثمن عاليا الجهود القيمة والمثمرة التي يقوم بها معالي الأخ الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية سبيلا للدفع بعملنا العربي المشترك نحو الأفضل. والشكر موصول لكافة معاونيه ولسكرتارية الأمانة العامة على الإعداد الجيد وحسن التنظيم. كما أتوجه بالشكر والتقدير للسادة المدعوين على الأداء المميز والرفيع. هناك ترجمة هذه. ولا يفوتني في هذا المقام الترحيب بأصحاب المعالي الوزراء الذين يحضرون معنا لأول مرة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، وأرحب كذلك بكبار المدعوين لدورتنا هذه أصحاب السمو السادة الوزراء السيد الأمين العام. يعود لي شرف رئاسة الدورة الحالية، وكل أمل في أن نحقق جميعا ما نصبو إليه بتضافر جهودنا ومواظرتكم، وهي الدورة التي تنعقد للأسف الشديد ظل أوضاع عربية وإقليمية ودولية بالغة الخطورة والتعقيد، مما يحتم علينا رصف الصفوف ومضاعفة الجهود للتصدي لكافة التحديات متحملين في ذلك كامل المسؤولية. كما هو معلوم تقع معظم أعمال العنف والنزاعات المسلحة والتوترات الطائفية والمذهبية في منطقتنا العربية مهددة أمنها واستقرارها إن لم تكن مقدمة لا قدر الله لإضعاف وتجزئة بعض بلدانها. لا بد والحالة هذه من تخصيص حيز هام من مداولتنا لتقويم الأوضاع والتطورات الجارية بالمنطقة بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالأحداث المتلاحقة في فلسطين، ليبيا، العراق، اليمن والسودان. أيها السادة والسيدات، تعرض قطاع غزة لمدة طويلة إلى عدوان إثم من قبل قوة قاشمة ودون رادع بالغت إسرائيل في تعنتها إزاء المبادرات الإقليمية والدولية والنداءات والاحتجاجات الشعبية. وقد نتج هذا العدوان فضلا عن خسائر بشرية فادحة ترقى إلى جرائم حرب، انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الإنساني، وخلق دمارا شاملا لكافة مقومات الحياة اليومية لساكنة القطاع التي عانت لمدة طويلة من حصار جائر وعقاب جماعي غير مسبوق. ونؤكد هنا بالمناسبة وقوف الجمهورية الإسلامية الموريتانية قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال كافة حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف. فيما يخص الأوضاع في ليبيا،
يحدنا أمل كبير في أن يتوصل الإشقاء في تفاهم يفضي إلى استقرار الأوضاع ويضمن سلامة شعبها ووحدة أراضيها. نرحب بما توصل إليه الإخوة في العراق باختيارهم بإرادتهم الحرة رؤساء السلطات الثلاثة، مما سيعزز دون شك استقرار البلد. وبما يخص سوريا، ستظل دعوتنا قائمة لانتهاج الحوار سبيلا للحل السياسي. وبالنسبة لليمن الشقيق، أيدنا من الوهلة الأولى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات السيلة، وكلنا ثقة بأن اليمن قادرا على تجاوز كل المعوقات واستكمال مهام المرحلة الانتقالية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني. وبما يخص السودان الشقيق، نرحب بعملية الحوار الجارية بين مختلف القوى السياسية، كما نثمن المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية في دارفور والمناطق الأخرى، ونؤكد على حق السودان في استيراد ما يحتاجه من معدات لتأمين ملاحته الجوية. ونسجل دعمنا الكامل للمساعي المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة حقوقها كاملة على جزرها الثلاثة. ولما للدبلوماسية الموازية من دور هام ومكمل للعمل الدبلوماسي الرسمي، يتحتم علينا إعطاء المزيد من العناية والدعم للهيئات العليا لتنسيق العمل العربي، منوهين بما تقوم به من مجهود جبار لترقية العمل العربي المشترك، دون أن ننسى الدور المتنامي للعمل الشعبي بمختلف مكوناته. وفي هذا الإطار نشيد بما يقوم به البرلمان العربي من جهود في التعريف بالقضايا العربية. أيها السيدات والسادة، تشكل ظاهرة الأرهاب والعنف الممنهج وتنامي نشاطات الجماعات المسلحة في المنطقة العربية وما حولها من العالم تحديا حقيقا يهدد الأمن والاستقرار ويشل عجلة التنمية. وأمام عولمة الظواهر المعاصرة، لم يعد مفهوم الأمن جامدا ولا محصورا في المحافظة على الحوزة الترابية والسلطة ورموز السيادة الدولة فحسب، بل أصبح الأمن البشري الشامل ضرورة حتمية. لذا فنحن في العالم العربي بحاجة إلى إعادة التفكير في أمننا من أجل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين في مركز اهتمامنا بإشكالية الأمن. إن علينا من أجل تفادي النزاعات وتسييرها بعقلانية في العالم العربي أن نولي عناية خاصة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأمن البشري لكي نجنب شعوبها المزيد من الكوارث والمآسي. إننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى لبلورة تصورات واضحة واكتشاف وتطوير حلول عربية شاملة لمعالجة المشاكل الداخلية لبلداننا. إن تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية بالأخص تلك التي لها تواصل بشري وجغرافي معنا يشكل دعامة قوية لأمننا القومي، ويعطي التداخل الكبير بين إفريقيا والعالم العربي بعدا استراتيجيا لهذه العلاقة. وتحرص الجمهورية الإسلامية في موريتانيا التي ترأس الاتحاد الإفريقي كل الحرص على أن تسهم بشكل فعال في تعزيز الشراكة العربية الإفريقية في شتى الميادين والدفع بها إلى مزيد من التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة خدمة لمصالح الطرفين. لا يمكن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ما لم تكن خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن تنفيذ كامل القرارات السياسية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتلك الصادرة عن القمم العربية وتلك الصادرة عن المجالس الوزارية لأمر كفيل بنجاح الجهود الرامية إلى ترقية العمل العربي المشترك، ولمساعدة الجامعة العربية في مواكبة برامجها وتطوير عملها يتعين على كل الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها المالية. وفقنا الله
لبلوغ الأهداف والغايات التي تسهم في تحقيق ما نتطلع عليه جميعا من آمال وطموحات تتفق والإرادة السياسية لقادتنا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.